اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل حسابين فيسبوك برقم واحد. قوموا بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، ثم سنقوموا بالضغط هنا على تطبيقات، وبعدها سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والبحث عن فيسبوك خاص بكم، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، وبعدها سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والضغط هنا على مكان التخزين، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت، وبعدها سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن فيسبوك خاص بكم. سوف نظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث